Ukimpenda mtu hujaa furaha katika kifua chako,
na ukimchukia mtu kujaa hasira na dhiki katika kifua chako. Ukijiona hivyo, ujue moyo wako ushapigwa muhuri wa maradhi yasiyotibika, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, fi qulubihim marad fazadahum Allahu marada wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun. Ndugu wa Islam, waombeeni dua wazee wenu na watoleeni sadaka wazee wenu, kwani mpokeaji ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala sio binadamu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuondoshee ujinga katika vichwa vyetu na atupe mwisho mwema. Amin. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi al-muhtadun wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wa qala 'azza min qailin 'alim fa idha qara'ta al-Qur'an fasta'idh billahi min ash-shaytani ar-rajim a'udhu billahi min ash-shaytani ar-rajim wa qala rabbukum ud'uni yastajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تنموهم الله أسد جالية من ونوار بعد يتجالية دوات وحكون. آمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله، أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي اتضح به الحق في المغارب والمشارق، وعلى آله ما له وميض بارك، وعلى الخليفة من بعد المختار، وأكمل المهاجرين والأنصار، ثاني اثنين إذ هما في الغار، خير البشر بعد الأنبياء بالتحقيق، الثابت في الضيق خليفة رسولك، سيدنا أبي بكر الصديق. وعلى أعدل الأصحاب وزبدة الأحباب الناطق بالحق والصواب، من له الفضائل من كل باب، الذي رأيه موافق للكتاب، أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب. وعلى ذي النورين الذي هجر الهجرتين، الشهيد المشهود باليقين، المعتدل عن الفتن في الدين، محي الليالي بتلاوة القرآن، أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان. وعلى الزاهد الولي صاحب العدل القوي، حامل اللواء المحمدي، مظهر العجائب، أنيس النبي في النوائب، أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. وعلى السيدين السعيدين الشهيدين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى الشيخين المكرمين المطهرين من الأدناس سيدنا الحمدة وسيدنا العباس، وعلى أزواج نبيك المطهرات، وعلى فرق المهاجرين والأنصار وتابعيهم الأبرار المتقين
المساكين الأحياء اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا غلاما ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة اللهم قدس أرواح الأئمة المجتهدين والخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون اللهم انصر ولاة الإسلام واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد واحذل من خذل دين محمد بقوة جبروتك وعزة ملكوتك إنك سميع قريب كريم مجيب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والزوار والمسافرين في برك وبحرك وجوك من المسلمين أجمعين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والجد والحرب والقحط والطعن والطاعون والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون يا بارئ لطفك يشمل